الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الإسكان غيط العنب بشائر الخير 2 بالإسكندرية، ويشيد بمشاركة المجتمع المدني في مراحل المشروع. روسيا تتهم إسرائيل بانتهاك سيادة سوريا من خلال عمليات القصف الصاروخي، وتؤكد نجاح الدفاعات الجوية السورية في التصدي لها. اللجنة العسكرية اليمنية المشتركة تعقد أولى اجتماعاتها بالحديدة على الرغم من استمرار الاشتباكات بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين. الثامنة مساء هنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما النيل. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع الإسكان غيط العنب بشائر الخير 2 بمحافظة الإسكندرية، وأشاد الرئيس السيسي بمشاركة المجتمع المدني في مراحل مشروع بشائر الخير 1 و2 و3 بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من قبل رجال الأعمال ومن البنك الأهلي وصندوق تحيا مصر لخروج هذا المشروع إلى النور. بكل عزم تمضي الدولة في مشروعها القومي لتوفير السكن الآمن واللائق بمواطنيها، مخلفة وراءها عقودا من الإهمال عانى خلالها المواطن من غياب الخدمات الأساسية وانتشار العشوائيات والمساكن الخطرة. المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي بشائر الخير 2 بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية بقعة جديدة من بقاع التنمية والتطوير، كانت على موعد مع الأمل في مستقبل أفضل، والتي شهدت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بتدشين وتسليم 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية لاستيعاب نحو 10,000 مواطن، إلى جانب العديد من الخدمات، حيث تم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة. هذا المشروع الحضاري ليس نهاية المطاف، فهناك مشروعات أخرى يجري العمل فيها على قدم وساق، مثل بشائر الخير 3 و5، والتي ستصل بنهاية تنفيذها إلى حوالي 600 عمارة بها حوالي 30,000 وحدة سكنية على مسطح أرض 225 فدان تقريبا، ومسطحات تجارية تصل إلى حوالي 200,000 متر مربع. محافظ الإسكندرية استعرض خلال كلمته إنجازات الدولة بالمحافظة خلال 5 سنوات الأخيرة في مجالات المشروعات السكنية والطرق والكباري والصرف الصحي بتكلفة بلغت نحو 39 مليار جنيه. على رأس المشروعات الخاصة بالعشوائيات مشروع التطوير الحضري بشائر الخير بمراحله الأربعة، بشائر الخير 1 و2 و3 و5 بإجمالي 30,000 وحدة سكنية. والحقيقة بشائر الخير 3 لما هتكلم عنه نتكلم على أن اسكندرية ما زال متبقى فيها 8 مناطق رئيسية، هذه المناطق تصنف على أنها مناطق غير آمنة وخطرة. الرئيس السيسي أكد خلال مداخلاته على رسائل عدة، كان من بينها عدم تهاون أجهزة الدولة مع انتشار العشوائيات والبناء المخالف، والحصول على كافة مستحقات الدولة من المستثمرين الذين انتفعوا بممتلكاتها المؤجرة لهم طوال الأعوام السابقة دون تسديد ما عليهم من مبالغ. يتعمل عقد حكومي، عقد إيه؟ حكومي، وثيقة مؤمنة تخرج للناس كلها. اتفضل يا علي، تخرج للناس كلها الوثيقة دي وتقول كل واحد حقنا إيه، أنت تاخد وإحنا ناخد، لكن أنت تاخد بس لأ، الكلام ده مش مقبول، مش كده ولا يا أحمد؟ تمام يا فندم. وانا بقول الكلام ده لان احنا كلنا كمسؤولين ما بناخدش بالنا من حق الدولة، وده امر انا ما بسمحش بيه ومش هسمح بيه. المسؤول اللي موجود على رأس كل مكان ينتبه كويس جدا لكل قرش ندي للناس حقها وكمان وناخد حق ده. معقول بقى نعمل العقد ده 20-25 سنة يدفع سنة والعشرين ما يدفعوش؟ وطالب الرئيس السيسي المجتمع المدني بالمساهمة في المشروعات التي تدشنها الدولة وتقديم الدعم اللازم للقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن حضاري يليق بالمواطن المصري.
اوعوا تفتكروا بشار الخير اللي اتعملت دي واللي احنا شايفينها وفرحانين بيها دلوقتي امر معمول كده، لا ده وراه جهد وهمه من رجال الاعمال وبنشكرهم، ومن البنك الاهلي وبنشكره، ومن تحيا مصر وبنشكره، ولكن ما فيش الاموال الكافيه من كل العناصر اللي انا اتكلمت عليها دي انها تعمل المشاريع دي، سواء كان بشار الخير اللي فاتت او الاستكمال او اللي حضرتك بتقصده بتاع بشار 6. وقد قام الرئيس السيسي بتسليم 10 عقود وحدات سكنية للمنتفعين بمشروع بشائر الخير 2. جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي بالمشروع شملت الاطلاع على بعض الوحدات السكنية والمجمع الرياضي الذي شهد به عروضا رياضية. وتمضي مصر بسواعد أبنائها في إنجاز مشروعات التنمية والتطوير نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن المصري بمسكن حضاري وخدمات لائقة. علاء رشوان، النيل. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير، اهلا بحضرتك. ويعني لو تعطينا فكره اكبر عن كيفيه التصدي لمشكله العشوائيات من مثل هذا المشروع. والله بص، المشروع زي بقيه المشروعات اللي احنا بنعملها دلوقتي من ضمن يعني بنقول حلقه في سلسله القضاء على العشوائيات. نعم. فالنهارده انا الاسبوع اللي فات كان او من اسبوعين كنا بنفتح المشروع بتاع المحروسه ومعاه اهالينا. النهارده مشروع غيط العنب، والسنه اللي فاتت غيط العنب المرحله الاولانيه. فاحنا كل شويه دلوقتي اللي هي المجهود اللي حصل في السنتين اللي فاتوا بيظهر دلوقتي. يمكن الناس كانت حاسه وكانت بتقول مش هتخلصوا، دلوقتي الثمار اللي احنا زرعناها بنوريها للناس دلوقتي. نعم. وعندنا الفتره الجايه مشروعات استحات، اسمرات ثلاثه، المحروسه 2، جنوب سيناء الرويسات، بورسعيد 3 مشروعات، البحر الاحمر 3 مدن. تمام. يعني الفتره الجايه دي كلها مشروعات جاهزه للافتتاح ان شاء الله على طول. كويس. انا الحقيقه طبعا يعني سعيد بالبيانات اللي حضرتك بتقدمها، لكن ربما واسمح لي ما قصدته، وحضرتك المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، هو انه حضرتك تعقد لنا نوع من انواع المقارنه ما بين ملامح الحياه الاجتماعيه ما بين هذا وذاك. لا حيام، ده المقارنه تبقى ظالمه جدا، لاني في فرق كبير جدا ما بين الحياه اللي كان عايشينها اهالينا في اسطوره. يمكن لو للاسف انا مش موجود عشان اتفرج على الصوره. لكن اسطوره ما بينه ومبين، لا فرق كبير جدا ما بين حياه في كل حاجه، مشتملاتها النفسيه والصحيه والاجتماعيه والبيئيه، كل ده اتنقل وتغير في حياه جديده. كل ده بيتغير. نعم. من اول حتى بالراعي كمان، ان هو حتى ان عارفين ان العفش بتاعه والموبيليا اللي كان عايش فيها لا يمكن تتلائم مع وضع جديد داخل على الموبيليا الجديده. نعم. فاحنا بنغير حياه كامله، واحنا لما بنطور مش بنطور العمراني، احنا بنطور حياه بكل مشتملاتها. صحيح، هذا ما قصدته، وبشكرك شكر جزيل على هذه المعلومات وعلى هذا التاكيد. المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، شكرا جزيلا لك.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً برقم 575 لسنة 2018 بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى والثانية لعدد من اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات ببطولة العالم للإعاقة الذهنية وذوي الاحتياجات الخاصة في لعبات السباحة وتنس الطاولة والكاراتيه، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية على أن تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تختص اللجنة العليا لشؤون المشاركة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها واعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة وإصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة. نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف عن حصاد قطاع التعليم العالي خلال عام 2018. كشف الحصاد عن ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في الفترة 2017-2018 بقيمة 3.4 مليار جنيه عن العام السابق، كما تم إنشاء 20 كلية جديدة في 9 جامعات بقيمة 2.5 مليار جنيه وتمويل 2126 مشروعا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بقيمة 1.9 مليار جنيه. أجرى وزير المالية محمد معيط ونائب الوزير للسياسات المالية أحمد كاجوك وعدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات بوزارة المالية المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية. وأكد معيط حرصه على المشاركة في المبادرة لأهميتها، مضيفا أن الوزارة حريصة على تقديم هذه المبادرة للعاملين بها. كما أكد وزير المالية أن التفاف العاملين حول هذه المبادرة يؤكد مدى اهتمامهم بالاستفادة من المشروع القومي، مع ضرورة اتخاذ مثل هذه المبادرات التي تدعم وتؤكد العلاقة الوطيدة بين مختلف طوائف الشعب والدولة. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكاملة ووقوفها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لضمان أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقبال شكري رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تناول اللقاء سبل تطوير آفاق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى السعودي على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على الأصعدة كافة. أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قوة العلاقة التي تجمع بين الأزهر والمملكة العربية السعودية. وأعرب شيخ الأزهر خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن آل الشيخ عن تقدير الأزهر والشعب المصري للمملكة وللدور الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية. من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي عن تقديره الكبير للأزهر الشريف باعتباره أهم منارات وركائز العلم والفكر الإسلامي في العالم، مؤكدا أن مواقف الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الداعمة لقضايا الأمة والسعية لخير الإنسانية تشكل ركيزة أساسية لكل دعاة السلام والتعايش والحوار في العالم. أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس لم يوافق على إقامة أي منصات إعلامية لأي من الشركات، وأنه لم يصدر أي تراخيص بذلك من المجلس، كما أن لجنة التراخيص لم يعرض عليها أي طلب بإقامة منصات إعلامية من أي شركة، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام على أن يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة بلاتفورم على أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح التراخيص ذلك أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة. وأوضح المصدر أن من يقوم بإنشاء أي منصات إعلامية بالمخالفة للقانون
يعرضه للعقوبات المقررة بالقانون. اتهمت روسيا إسرائيل بانتهاك صارخ لسيادة سوريا من خلال عمليات القصف التي وقعت بالقرب من العاصمة السورية دمشق، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية دمرت 14 من 16 صاروخا إسرائيليا أطلقوا على سوريا. من جهته كشف مصدر عسكري سوري عن خسائر تسببت فيها الصواريخ الإسرائيلية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في العاصمة دمشق، موضحا أن الخسائر اقتصرت على تفجير مخزن ذخيرة وإصابة 3 جنود. في المقابل زعم الجيش الإسرائيلي تصديه لصاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا. أكد وزير النقل اللبناني أن الضربات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا بالأمس كانت تصيب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية. وأكد وزير النقل الاتفاق مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على تقديم لبنان شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستصدار القرار المناسب الذي من شأنه أن يحمي البلاد والمدنيين. للمزيد من المتابعة والتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور إبراهيم تحياتي لحضرتك. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. اهلا بك. اتهام موسكو لاسرائيل بانتهاك صارخ لسياده سوريا وادانه الخارجيه السوريه للضربات الاسرائيليه بمحيط دمشق، هل تتفق بان هناك محاولات اسرائيليه دائمه باطاله امد الازمه السوريه؟ يعني بطبيعه الحال اسرائيل مجرد ان تقوم بمثل هذا العدوان، هذا هو تكرار لما كانت تقوم به دائما وستقوم به لاحقا اعتقد، لأن مجرد وجود هذا الكيان هو عدوانة ضد البلدان العربية بأجمعها، بالتالي هذه وظيفتها في المنطقة. وبطبيعة الحال هي منذ البداية شاركت بالأزمة السورية وتأجيجها، ومن المعروف أنها أيضا دعمت الإرهابيين وقدمت لهم السلاح والمعونة والطبابة كما هو معروف. لذلك يعني لم نستغرب مثل هذه الاعتداءات، ولكن اللافت الموقف الروسي الجديد وهو استنكار هذا العدوان واعتباره. اسمح لي دكتور ابراهيم، يعني ربما هذا شيء جديد عملي وهذا مهم جدا. نعم. انا بتقديري يعني شيئا فشيئا المزيد من الدول تستنكر العدوان الاسرائيلي على سوريا بكونه يساهم في تهجيج الوضع وعدم الاستقرار، ولكن القوى الصواريخ السوريه استطاعت ان تسقط اكثريه هذه الصواريخ، ولم يسقط سوى صاروخين فقط أصابوا مخزن كما جاء في تقريركم، مخزن لذخيرة وثلاث جنود جرحى. وبطبيعة الحال نحن نتوقع أن إسرائيل بقدر ما تشعر بأنها تفقد الأمل والثقة بإمكانية التأثير على الأحداث السورية بقدر ما يمكن أن تقوم بمثل هذه الاعتداءات المتكررة لإثبات بأنها ما زالت قادرة على إثبات وجودها في هذه المنطقة، وأنها قادرة على العمل العدواني ضد سوريا أو أي بلد عربي آخر. نعم. هذا هو الوضع أعتقد. نعم. دكتور إبراهيم، ذكرت حضرتك أن هذه هي المرة الأولى لروسيا التي تدين فيها يعني هذه الضربات الإسرائيلية، ولكن اسمح لي، ليس هذا هو ليست هذه هي المرة الأولى لروسيا، يعني ربما في مرات سابقة كانت روسيا تنتقد طبعا وتدين هذا السلوك الإسرائيلي، لكن وليس دفاعا عن إسرائيل بطبيعة الحال، لكن ما هو مبرر إسرائيل في هذه الضربات؟ هل هو تأجيج الأزمة؟ هل هو إضعاف سوريا؟ ما الذي تستهدفه إسرائيل في تقديرك بطبيعة الحال؟ يعني بطبيعة الحال يعني لن تضعف سوريا أطلاقا إسرائيل، وهي بذلت وما زالت تبذل الجهود، ومنذ بداية الأزمة في سوريا أرادت وسعت بقدر الإمكان لإضعاف الدولة السورية وأضعاف الجيش العربي السوري بمشاركتها بالأعمال الإرهابية أيضا.
لذلك أعتقد بما أن الجيش العربي السوري حرر معظم الأراضي السورية وقضى على معظم الإرهابيين ولا سيما في الكثير من المناطق الحيوية وأصبح أكثر من 70% من الأرض السورية محررا، أعتقد ليس هناك أي مكان لأي تأثير للكيان الصهيوني ضد سوريا أو ضد الشعب السوري، وسوريا دائما على استعداد لصد أي عدوان. ربما هذا سيؤكد مرة أخرى لكل من يتوهم بأن إسرائيل ممكن أن يطفئ السلام معها، يمكن أن تكف عن طبيعتها العدوانية، فهو أعتقد واهم وخاطئ. وحتى ولو اعترفت البلدان العربية بهذا الكيان، هذا لا يمكن أن يلغي وظيفتها العدوانية ضد البلدان العربية وطموحاتها نحو الاستقلال والحرية. ولذلك إسرائيل منذ قيامها حتى الآن هذه هي وظيفتها في المنطقة لتبني جماح أي عمل تنموي. ده صحيح، ولكن وسريعا دكتور إبراهيم اسمح لي، ربما تستهدف إسرائيل وفقا يعني لوضعها لخطة لهذه الضربات بالتأكيد، وهي دائما ما تنكر ودائما ما تحدث هذه الضربات بشكل متسلل وخفي، يعني هي تستهدف بالتأكيد أماكن معينة، ربما مخازن أسلحة، ربما مناطق في جنوب سوريا، بالتأكيد تستهدف أمنها. نعم، يعني هي تدعي بأنها توجه ضربات لمواقع لحزب الله أو إيران، وهذا عمليا ليس دقيقا بالمناسبة. يعني الصاروخين الذين سقطوا وأنا شاهدتهم يعني قريبا من المنطقة أخون، وبالتالي صارت فعلا يعني مستودع للذخيرة واستمر حتى الساعة الواحدة ليلا، وهناك يعني بعض يعني تنفجر مثل هذه الذخيرة وكان واضحا حتى هدأت. نعم. لذلك أنا بتقديري يعني ما هي المبرر أنها شعرت بعد أن ليس لإسرائيل أي مبرر في هذه الضربات أي مبرر، وهي منافقة وكاذبة بسياستها بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنت معنا عبر الهاتف من دمشق الدكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، شكرا جزيلا لحضرتك. على جانب آخر، وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على تحركات ومواقع تحصن المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، وذلك في إطار ردها على خروقات اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. نفذت وحدة من الجيش متمركزة في ريف محردة الشمالي ضربات مدفعية باتجاه مواقع المجموعة الإرهابية في محيط قرية تل هواش، وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد. كما رد الجيش على خروقات واعتداءات إرهابي تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدتي تل هواش والجنابرة بريف حماة الشمالي، وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين. يواجه اللاجئون السوريون في مخيمات لبنان ظروفا معيشية في غاية الصعوبة مع اشتداد البرد وغزارة الأمطار في شهور الشتاء. وفي أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع والذي يضم أكثر من 100 عائلة، تعاني العائلات من قلة التدفئة وشح الأغطية والخدمات. أوضاع معيشية صعبة يواجهها اللاجئون السوريون في مخيمات لبنان مع قدوم فصل الشتاء ببرده القارس وأمطاره الغزيرة، خاصة في سهل البقاع حيث يعيش مئات الآلاف منهم في هذه المنطقة التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، ويغطي الثلج الكرة والسهل المنبسط حتى الحدود السورية. منذر حمد مسؤول في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع والذي يضم أكثر من 100 عائلة، يقول إن الكثير من العائلات تعاني من قلة التدفئة، وهي المشكلة الأكبر التي تواجههم مع شح الأغطية والمواقد، وهي من ضروريات فصل الشتاء. وبالرغم من دخول الأزمة السورية عامها 8، إلا أن المخيم لا يزال يشهد تدفقا للاجئين القادمين، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد العبء على المرافق والخدمات في المخيم، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في فصل الشتاء، والتي تزيد حياة اللاجئين السوريين تعقيدا في المخيمات، حيث الخيام المتهالكة وغرف الصفيح البائسة التي لا تتوفر معها الحدود الدنيا من شروط الحياة الإنسانية. وتقول إيمان خضر إحدى اللاجئات إن عائلتها بقيت في المخيم لمدة 4 سنوات،
وكان فصل الشتاء بالنسبة لها مصدر خوف وقلق لما تتكبده عائلتها من مخاطر نتيجة تسرب المياه إلى داخل الخيمة، على الرغم من قيامها بتركيب عدة طبقات من النايلون حولها. ويأمل اللاجئون أن يمر فصل الشتاء من دون أن يصابوا بالأمراض التي يسببها البرد القارس. وكان استطلاع أممي أجري بداية العام الحالي أوضح أن اللاجئين السوريين في لبنان أصبحوا أكثر فقرا وضعفا من أي وقت مضى، حيث يعيش أكثر من نصفهم في فقر مدقع، بينما يعيش أكثر من ثلاثة أرباعهم تحت خط الفقر. عقدت لجنة عسكرية تضم أعضاء من الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين برئاسة الأمم المتحدة اجتماعين في محافظة الحديدة لتبدأ رسميا مهمتها المتمثلة في منع الهدنة من الانهيار والإشراف على الانسحاب المتفق عليه من المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين المدنيين. يأتي هذا في حين تجددت اشتباكات متفرقة في المدينة بين القوات اليمنية الحكومية والحوثيين. في إطار الجهود الدولية لدعم الهدنة في محافظة الحديدة في اليمن، عقدت لجنة عسكرية تضم أعضاء من الحكومة اليمنية والحوثيين اجتماعها الأول برئاسة الأمم المتحدة لتبدأ رسميا مهمتها المتمثلة في الإشراف على الانسحاب المتفق عليه من المدينة والتي تعتبر شريان حياة لملايين المدنيين. اللجنة التي يقودها الجنرال باتريك كيمرت مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، والذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد خلال ديسمبر الجاري، ومراقبة انسحاب المتمردين من موانئ المدينة ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة. ويسري وقف إطلاق النار في الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر الجاري، حيث قتل 10 عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 143 بجروح منذ بدء الهدنة. يطالب التحالف الدولي بانسحاب المتمردين من موانئ الحديدة بحلول نهاية يوم 31 من ديسمبر، كما يتوجب على المتمردين والقوات الموالية للحكومة الانسحاب أيضا من المدينة بحلول نهاية 7 يناير القادم. وقبيل الاجتماع الأول للجنة اندلعت اشتباكات جديدة في الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، وترددت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة. مستمرون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد قليل بعد أنباء الاقتصاد. بوتين يقول إن بلاده مستعدة لنشر صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت بمراحل. أنباء الاقتصاد بعد فاصل قصير بصحبة الزميلة رغدة أبو ليلى. الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها. ميناء الأدوبية يحقق رقما قياسيا جديدا في حجم تداول البضائع خلال العام الحالي 2018.
أهلا بكم. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة عن تحقيق ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقما قياسيا جديدا في حجم تداول البضائع خلال العام الحالي 2018، حيث تخطى الميناء حتى 24 من ديسمبر حجم تداول البضائع بلغ 10 ملايين طن من خلال استقبال 570 سفينة. وأضاف مميش في بيان أن نسبة الصادرات عبر الميناء بلغت 46% والواردات 54% من إجمالي حجم التداول المحقق، كما بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي ترددت على الميناء خلال العام ما يزيد عن 225,000 شاحنة. ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات إحدى شركات وزارة النقل. تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 21 من ديسمبر 2017، كما تم استعراض ما نفذته الشركة من حجم أعمال يقدر بنحو 46 مليون جنيه بالعام المالي السابق، وما يتم تنفيذه حاليا من حجم أعمال الصيانة للطرق والكباري والمطارات بنحو 264 مليون جنيه. بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مع كل من الصديق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي ومحمد نجيب الجمل مدير عام المصرف الليبي الخارجي سبل تبادل الخبرة والتعاون في العديد من المجالات. يأتي ذلك في إطار تدعيم التعاون المشترك بين مصر وليبيا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، حيث بحث الجانبان الدعم الفني والتدريب بجانب الاتفاق التام على كيفية إدارة الاستثمارات المشتركة في القطاع المصري والخطوات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي مؤخرا. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية قبلتها عمليات بيع للمستثمرين الأجانب والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 7 مليارات و7 من عشرة جنيه ليصل إلى 734.75 مليار جنيه بعد إجمالي تداولات بقرابة 525 مليون جنيه. أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تأسيس شركة محلية جديدة للتجزئة في إطار سعيها للتوسع في أنشطة المصب. وقالت أرامكو إن الشركة الجديدة التي تحمل اسم أرامكو السعودية للتجزئة ستطلق شبكة من محطات الوقود داخل السعودية لبيع وقود السيارات، ولم تذكر أرامكو في بيانها حجم هذه الشبكة أو تكلفتها أو الإطار الزمني المتوقع لإطلاقها. كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع ثقة شركات الصناعات التحويلية التركية إلى 91.5 في ديسمبر مقارنة مع 92.8 نقطة في نوفمبر، ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر إلى التفاؤل، بينما يعبر تراجع المؤشر لأدنى من 100 نقطة عن تشاؤم في القطاع. قال وزير طاقة كازاخستان إن كازاخستان تتوقع أن يعمل المشاركون في اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط على استقرار الأسعار في الربع الأول من 2019 وإصدار بيان مشترك في الشهر المقبل لدعم السوق. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قد اتفقت في وقت سابق من الشهر الجاري على البدء في خفض الإنتاج في يناير لتخفيف الزيادة في المعروض بالسوق العالمية. قال وزير النفط الإيراني إن النفط في البورصة نجح في تصديره دون مشاكل، وأضاف أنه يمكن للمشتري الدفع بالعملة الصعبة أو الريال مقابل النفط الخام في البورصة، مشيرا إلى أن تفاصيل المبيعات ستعلن قريبا. وباعت إيران التي تسيطر الدولة فيها على تجارة النفط الخام قرابة 980 ألف برميل من الخام لشركات خاصة في بورصة للطاقة خلال أكتوبر ونوفمبر، وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعدما انسحبت في مايو من اتفاقية
إيران النووية المتعددة الأطراف التي أبرمت في عام 2015، لكنها منحت إعفاءات لثماني دول لتواصل شراء الخام الإيراني بشكل مؤقت. الرئيس السيسي، مشاهدينا نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى أيمن السيد لكن بعد هذا الفاصل. جديد لحضراتكم التحية، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الإسكان غيط العنب بشير الخير 2 بالإسكندرية، ويشيد بمشاركة المجتمع المدني في مراحل المشروع. روسيا تتهم إسرائيل بانتهاك سيادة سوريا من خلال عمليات القصف الصاروخي، وتؤكد نجاح الدفاعات الجوية السورية في التصدي لها. اللجنة العسكرية اليمنية المشتركة تعقد أولى اجتماعاتها بالحديدة على الرغم من استمرار الاشتباكات بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمراحل في العام المقبل. وأوضح بوتين خلال إشرافه على اختبار ما قبل النشر للنظام الصاروخي الجديد الذي يطلق عليه اسم أفانغاردا أن تلك الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية. وذكر الرئيس الروسي أنه اعتبارا من العام المقبل ستحصل القوات المسلحة الروسية على النظام الاستراتيجي الجديد العابر للقارات، مشيرا إلى أنها لحظة مهمة في تاريخ القوات المسلحة وفي تاريخ روسيا. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن الانسحاب المزمع لنصف القوات الأمريكية من أفغانستان خطوة في الاتجاه الصحيح. وأضافت زاخاروفا أن روسيا تنتظر لترى كيف سيتحقق الانسحاب من الناحية العملية، مشيرة إلى أن الأمريكيين لم يفوا بوعودهم فيما يتعلق بهذا الأمر. أعلن مسؤولون إندونيسيون اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء موجات التسونامي العاتية التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق سوندا مؤخرا إلى 430 قتيلا على الأقل ونحو 1500 مصاب، فضلا عن تشريد نحو 22 ألف شخص من منازلهم. تزامنا واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في محاولاتها الوصول إلى قرى على الساحل الغربي لجزيرة جاوا التي تعرضت لموجات التسونامي العاتية في ظل طقس سيء وتحذيرات من أمطار. هذا وطلبت السلطات من السكان البقاء بعيدين عن السواحل، إذ أن بركان أناكا كارماتو لا يزال يشهد ثورانا في مضيق سوندا، كما حثتهم بالبقاء بعيدا عن الشاطئ تحسبا لأمواج مد جديدة. في إيطاليا قالت مصادر أمنية إن زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة ضرب منطقة شمال كاتالانيا على سفح جبل إتنا في صقلية، مما ألحق أضرارا ببعض المباني وأدى إلى إصابة نحو 30 شخصا. وأضافت أن الزلزال وقع بعد يومين من ثوران بركان إتنا أعلى وأكثر براكين أوروبا نشاطا، مما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية بشكل مؤقت، ودفع العديد من السكان لترك منازلهم والنوم في السيارات. قادم ما لدينا هي أنباء الرياضة، تأتيكم بعد فاصل قصير بصحبة الزميل محمد عبد الحكم. عقدت وزارة الثقافة ندوة بعنوان شخصية مصر من منظور جغرافي وتاريخي، وذلك بحضور خبراء في مجال الجغرافيا والتاريخ لمناقشة تأثر الشخصية المصرية على مدار التاريخ بالموقع الجغرافي الوسطي والحدود المائية سواء البحر الأحمر أو المتوسط، واستخدامات نهر النيل في الحياة اليومية للمواطن المصري. لمناقشة أسس تكوين الشخصية المصرية عبر التاريخ وتأثرها بجغرافيا وتاريخ المكان، عقدت ندوة بعنوان شخصية مصر من منظور جغرافي وتاريخي بحضور أساتذة الجغرافيا والتاريخ وخبراء. الشخصية المصرية حافظت على تراثها وحافظت على مكانتها وعلى شخصيتها
عبر التاريخ وحافظت على وجودها على مدار التاريخ حتى الآن باعتبار أنها أقدم دولة واستمرت، وبؤرة الدولة نفسها لم تتغير على مدار التاريخ، وهي الوحيدة بين دول العالم في هذا. أقصد بؤرة الدولة، المعمور المصري، الحدود الخارجية ممكن أن تتغير من فترة إلى أخرى بحسب قوة الدولة أو ضعفها. تم مناقشة أهمية الموقع الوسطي الجغرافي لمصر وتأثير الحدود المائية والجغرافية على سمات الشخصية المصرية وتأثرها بالتاريخ سواء الفرعوني أو القبطي أو الإسلامي. كم عدد من الحضارات والهجرات والأشياء عبر التاريخ استوعبتها الشخصية المصرية واحتوتها وتركت بصماتها الواضحة عليها في عدد من الأشياء الخطيرة اللي مر تاريخ مصر، سواء كان في فترة التاريخ الفرعوني أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ الحديث. هذه الدول الأجنبية مش عايزة مصر تقوى، لأن لو قوت مصر هتبقى لها إمكانات رهيبة جدا عبر التاريخ، يعني أيام رمسيس وتحتمس وغيره، احنا كنا بنوصل لحد جنوب السودان وفي الشرق لحد الدرعية زي ما انت عارف، والمنطقة اللي هي الجزيرة العربية وفي الشام، كل الحاجات دي كانت عبارة عن مناطق محمد علي والخديوي اسماعيل وغيره، توسع كان إمبراطوريات كبيرة جدا لأن الموضع هنا كان قوي. ابن خلدون المؤرخ أكد أن الشخصية المصرية تتسم بالتعاون والإخلاص وسرعة التكيف والتدين، والذي كان السمة الأساسية في الإنسان المصري عبر التاريخ باختلاف ثقافته وتنوع الحضارات. تميزت مصر منذ بداية التاريخ بموقع جغرافي جعلها رائدة في جميع المجالات وساعدها على المساهمة في صناعة التاريخ البشري من خلال حضارتها التي بدأت منذ آلاف السنين لتكون رقما ثابتا في معادلة التاريخ الإنساني بالرغم من تغير حالتها من ضعف إلى قوة. منذر أبو دوح، النيل. ختام البانوراما، عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الإسكان غيط العنب بشار الخير 2 بالإسكندرية ويشيد بمشاركة المجتمع المدني في مراحل المشروع. روسيا تتهم إسرائيل بانتهاك سيادة سوريا من خلال عمليات القصف الصاروخي وتؤكد نجاح الدفاعات الجوية السورية في التصدي لها. اللجنة العسكرية اليمنية المشتركة تعقد أولى اجتماعاتها بالحديدة على الرغم من استمرار الاشتباكات بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين. ختام البانوراما، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.